ازيكم يا حبايبي؟ معظمنا عارف المنظر اللي مش لذيذ ابدا ده جوه الماج، ده بيكون لون بسبب كتر شرب القهوه والنسكافيه والشاي، بيعمل الصبغه البني دي، فشكلها ما بيبقاش حلو ابدا في الماج. طب تعالوا بقى اقول لكم هنعمل فيها ايه وازاي نتخلص منها. هناخد شويه من البيكنج صودا او الكربونات، وهنحط شويه كده نص معلقه كده في الماج، وبعدين هضيف عليهم شويه خل صغيرين، طبعا بيعمل فوران على طول. هسيبه شويه وبعدين ادعكه بالليفه. طيب تعالوا بقى دلوقتي بعد ما سبتها شويه حطيت الليفه فيها نقطه صابون صغيره، وتعالوا بقى ندعكها حلو قوي ونشوف النتيجه. هشطف بقى الكوبايه بالميه بعد ما دعكتها بالصابون. شوفوا الماج بقى فلة، رجع لونه تاني ابيض وحلو جدا، ولو عملتوها بالصابون بس كده والليفة عمرها ما هتطلع. جربوا طريقة الكربونات والخل وهتشوفوا النتيجة الحلوة دي.